إلى بنغازي ينضم إلينا مراسل ليبيا الحدث محمد المجبري، أهلا وسهلا بك، واطلعني عن آخر التطورات لديك. تطورات مصباح على صعيد مصلحة المطارات، وكما ذكرت في آخر الأخبار أن هذا الاجتماع جاء مستعجلا صباح هذا اليوم لبحث سبل تعزيز نواقص المطار وعودة العمل داخل المطار. مشير مدير عام المطار في تصريح خصت به قناتنا على أن على كل الموظفين المختصين داخل مطار بنين الدولي العودة إلى أعمالهم، وأيضا السعي للعودة للعمل في القريب العاجل. هذا بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة المشكلة من مصلحة المطارات بالحكومة، وأيضا بشخصيات خصت بهذه الشريحة. أما بخصوص أخبار مدينة بنغازي، فلا سيما أننا في كل يوم نتحدث عن مشكلة قطاع التيار الكهربائي التي عانى منها المواطن الكريم منذ أقل من دقيقة. إظلام تام عفوا مصباح على منطقة ساحل بنغازي، نعم. هذه منطقة المعروفة كورنيش في مدينة بنغازي، وأيضا منطقة وسط البلاد. لو نتحدث عن الانفراجات التي تحدثت عنها الحكومة، وأيضا تحدث عنها مسؤولين في قطاع النفط بأنها في القريب سيكون هنالك عودة للتيار الكهربائي تدريجيا، ومقارنة بالكلمات وبالفعل لا نرى إلا بال 14 إلى 20 ساعة إظلام في مناطق عدة في مدينة بنغازي، لعلها أصبحت بارزة جدا على المواطن وأمام الملأ، خصوصا بعد تصريح السيد رئيس الوزراء ليلة البارحة، وحينما نوه بكلمة واحدة قوله لا للمسكنات للمواطن الكريم. الجميع يعي هذه المشكلة التي خرجت عن سيطرة الحكومة وهي في يد مسؤولي مجلس النواب. أيضا المواطن أصبح اليوم يعاني المر أمرين مصباح، بالسيولة النقدية التي باتت ضئيلة جدا والتي توزع في مصارف مدينة بنغازي بأسعار لا تذكر حتى، يعني 300 دينار لا تكفي لسداد بيت في مدينة يعني بنغازي لمدة أقل شيء 10 أيام. نعم مبالغ قليلة جدا. أيضا درجات الحرارة المرتفعة جدا مع انقطاع الكهرباء، مع عدم توفر مبالغ تسد حاجة المواطن، يعني نرى بأم عيننا على هذه المنطقة وتحديدا في منطقة الكورنيش المعروفة بنغازي، الكل يتسارع للخروج بعد الإظلام الشبه تام في مدينة بنغازي والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وصلت درجة الحرارة إلى 41 درجة اليوم، يعني وصلت إلى 41 درجة الحرارة في مدينة بنغازي في وضع جدا مزري، نتمنى أن يتحسن بالوعود التي سمعناها ورصدناها عبر شاشة ليبيا الحدث مع الناطق باسم الحكومة الليبية سيد عز الدين الفالح في نشرة ليلة البارحة. هذه أغلب أخبار مدينة بنغازي مصباح. الكل يتمنى أن تعود كل هذه الأزمات بالخير على البلاد والعباد، وأن نرى مستقبل مزدهر لمدينة بنغازي. نعم نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال محمد المجبري، مراسل ليبيا الحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من بنغازي.